بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. بعد ما شفنا في الفيديو الرابع، شفنا عمليات على النهايات وحالات عدم تعيين أي الأربعة. في هذا الفيديو الخامس هو تكملة للفيديو الرابع، يعني راح نحل تمرين، هو تمرين في الحقيقة محلول وفي كتاب مدرسي، يعني راح نحله ونزيد نفهمه أحسن. يعني فيديو يكون قصير وخفيف وظريف باش نفهم أي رفع حالة عدم التعيين. لاحظوا التمرين، قال لك لتكون F الدالة كثير حدود المعرفة على R ب F لـ X تساوي 2 X مربع ناقص 5 X زائد 3. المطلوب منا حساب نهاية الدالة F عند حدود مجموعة تعريفها. واش يقصد هنا بحدود مجموعة تعريفها؟ هذه أول خطوة. يعني قال لك المعرفة على R، لكن ما هي الحدود تاع R؟ أي أن F معرفة على R، نقصد بها أي من ناقص لا نهاية حتى زائد لا نهاية. يعني هذه حدود مجموعة التعريف، هذه هي حدود مجموعة التعريف. لو جيت مثلا وقلت لك الدالة جي لي إكس واحد على إكس، أي الدالة مقلوب معرفة على R نجمة مثلا، يقول لك احسب نهاية الدالة F عند حدود مجموعة التعريفية. يعني عند الحدود، يعني عند ناقص لا نهاية وعند الصفر اتحاد، أي الصفر وعند زائد لا نهاية. يعني هنايا مجموعة حدود تاعها نحسبها عند ناقص لا نهاية، عند زائد لا نهاية، عند الصفر على اليسار أي الأعداد الصغيرة، وعند الصفر على اليمين. هذا هو المقصود كي يطيح لك تمرين ويقول لك عند مجموعة، أحسب النهايات عند حدود مجموعة تعريفية كما هو في المثال تاعنا. إذا انتبهوا أعزائي الطلبة، هنا لدينا أي ليميت F لX لما إكس، نبدأ لما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية، يبدأ بها تساوي ليميت، عفوا ليميت، عندنا الدالة مقسم أي مجموع دالتين أي 2 إكس مربع وناقص 5 إكس زائد 3. إذا ليميت 2 إكس مربع لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية زائد ناقص 5 إكس زائد 3 تساوي ماذا؟ يعني ليميت هذه زائد هذه واش تساوي؟ لاحظ، هي في الحق نكتبو، هي في الحق نكتبو ليميت هذه زائد ليميت هذه، أو نديرو هاكا، نديرو هكذا باش الليميت توشيهم للزوج هكا. إذا انتبه، هنا الناقص تولي لنا اثنان في الناقص لا نهاية مربع، يعني تخرج لنا زائد لا نهاية. وهنا واش تولي لنا؟ تولي لنا ناقص 5 في ناقص لا نهاية زائد 3، يعني ناقص في الناقص زائد، اذا تولي لنا زائد لا نهاية، ومنه النتيجة زائد لا نهاية. صح. الآن نلجأ نروح إلى لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، يعني الطرف الحد الآخر، ليميت F لإكس لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية تساوي نفس الشيء كما درت هنا، ليميت أي 2 إكس مربع زائد أي ناقص 5 زائد 3 هكذا لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. انتبه، إذن هنا لدينا زائد لا نهاية في الأولى، وهنا هذه 5 إكس، هنا عندي ناقص 5 في زائد لا نهاية، الناقص في الزائد هنا تولي لي ناقص لا نهاية، يعني خرجت لي أي تساوي ناقص لا نهاية زائد لا نهاية ناقص لا نهاية هكذا، أي هذه حالة عدم تعيين، فورم أندي تيرمين. يعني هنا أعزائي الطلبة لا يمكننا
استنتاج نهاية الدالة F عند زائد لا نهاية. خرجنا نهاية الدالة F عند ناقص لا نهاية، بالصح عند زائد لا نهاية لا يمكننا استنتاج النهاية. إذا نأتي الآن لإزالة حالة عدم التعيين هذه. إذا نكتب F لX على الشكل التالي، نكتب F على الشكل أي انتبه، يعني F لX خرج اثنين، نخرج اثنين X مربع خرج عامل مشترك، اثنين X مربع في لاحظ هاي الدالة، هي هاي اثنين X مربع ناقص خمسة X زائد ثلاثة، ها هاي هاي الدالة اثنين X مربع ناقص خمسة X زائد ثلاثة، هذه هي F لX تتكون أمامك الآن وتشوف وش راني ندير. خرج اثنين X مربع عامل مشترك، إذا نضربها في الواحد باش تعطيني ذيك اثنين X ناقص خمسة على اثنين X وزائد ثلاثة على اثنين X مربع. أنت كيف على شخص كيف حتى هذه تخرج هذه؟ نعم تخرج. انتبه 2 اكس مربع في الواحد واش تعطيك؟ تعطيك 2 اكس مربع. 2 اكس مربع في ناقص 5 تعطيك ناقص، انتبه ها ناقص 2 ها 2 في 5 ولا نديرو ولا هكذا، شوف ناقص 5 في 2 اكس مربع على 2 اكس، ومن بعد هنا زائد 3 في 2 اكس مربع على 2 اكس مربع. 2 اكس وحده ها وحده منهم تروح مع هذه مع الاثنان كيف كيف مع الاكس، تبقى لي اكس صافي، تبقى لي 2 اكس مربع ناقص 5 اكس، هنا اثنان مع الاثنان تروح اكس مربع مع الاكس مربع بقات لي 3 زائد 3، ها هي فهمتوا كيفاش درت؟ صح خرجت الاثنان اكس مربع عامل مشترك صح. الآن نأتي نحسب النهايات. إذا بما أن أي ليميت، نبدأ بالأولى ليميت 2 إكس مربع لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية بالطبع تساوي زائد لا نهاية صح، وليميت 1 ناقص 5 على 2 على 2 إكس زائد 3 على 2 إكس مربع، انتبه لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية، لاحظ هنا عندك 1 5 على لا نهاية على زائد لا نهاية، وهنا 3 على زائد لا نهاية، وقلنا كي يكون عدد على لا نهاية تعطينا الصفر، عدد على لا نهاية تعطينا الصفر. إذا هنا واش خرج لي؟ خرج لي ويبقى لي واحد فقط، إذا تساوي ماذا؟ تساوي واحد هكذا. يعني خرجت في ماذا؟ في هذه صبتها زائد لا نهاية مضروبة هذه صبتها واحد. كي درت النهاية كي درت لي ليميت كي زدت لها ليميت صح. يعني انا واش نقول؟ فإن يعني زائد لا نهاية مضروبة في واحد زائد لا نهاية، فإن ليميت اف لإكس لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي زائد لا نهاية. أعزائي الطلبة إلى أن ألقاكم في فيديو مقبل إن شاء الله، ما زلنا نواصل مع النهايات. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.